باسمك عزيزي المستمع نرحب بالأستاذ علي المك في قراءات قصصية. أستاذ علي المك، ماذا سنسمع اليوم؟ للمستشفى رائحتان، رائحة هي رائحة المجاري وأخرى هي رائحة الموت. وإن كنت لا تعرف رائحة الموت فقد عرفها هو حين كانت تحوم حول رأس أمه، وكان قبلها يظن أن الموت لأنه غدار وخائن لا يخشى الكائنات إلا في الليل، وخاب حدسه لأن أمه ماتت بعد منتصف النهار. كان واقفا أمام فراش مرضها غير قادر أن يجود لها بشيء، بقلب، بكلية، بعين، بقسم من روحه كيما تعيش وتحيا. في ذلك الصباح أحس بألم، وليس بألم يفري أحشاءه، لم يكن ألما، كان شيئا ما، إحساسا ما، ولكنه يسبب له قلقا عظيما. ماذا لو ماتت أمك اليوم؟ وكل حي صائر إلى زوال، يقول في نفسه. هكذا يجب أن يعزي نفسه، يمكن أن يقول هذا للآخرين يواسيهم معزيا، ولكن حين يكون الفقد أمه فلن تنفعه كلمات المعزين. كان الوقت شتاء، يا كم يخاف هذا الفصل، لبرده، لظلمة ليله الحالكة، أم لوحشته، أم لأن أباه قضى في الفصل ذاته دون إنذار. كان ينام والتلفون قرب رأسه، يتوقع أن يستيقظ على صوت باك من المستشفى ليقول له ماتت ماتت ماتت. ولماذا تموت؟ أليس هذا خير المستشفيات وأنظفها وأعظمها عدة، وفيه ممرضات إنجليزيات؟ هراء! وهل تمنع ممرضة إنجليزية الموت أم تؤخر أجله إن حان وحل؟ سيستر أليس، كيف حالها اليوم؟ كانت سيستر أليس براقة العينين، جامدة الوجه، تقول لقد فعلنا كل ما نستطيع. ماذا يعني هذا؟ ثم يهرع ينظر في وجه أمه، إنه يحب وجهها حبا عظيما ويحب لونها، لم تكن سوداء ولم تكن بيضاء، بل كانت سودانية اللون، ولم تدخل مدرسة في حياتها، ولكنها تريد لابنها أن يتعلم لأبعد مراتب التعليم. كانت تريد أن تراه طبيبا يجبر الكسور ويداوي المرضى، وما كان ذلك ممكنا، فهو قد وطن نفسه ألا يكون طبيبا. ها هو واقف أمام فراشها، كانت عليه ملاءة بيضاء. أيمكن أن يصير إنسان إلى مثل هذا العجز؟ تقول سيستر أليس، نحتاج معجزة أيها السيد، دكتور حسين بذل كل ما بوسعه، ولكن ماذا؟ يقول في نفسه. كانت أنفاسها ثقيلة تضيق بصدرها ويضيق بها صدرها. كان جسدها السوداني اللون متورما، وظهرها قد أدمته قروح الرقاد الطويل، وكانت مغمضة العينين ولم تتكلم، وهذا يومها السابع وهي على هذا الحال. أهذه هي الغيبوبة يا سيستر أليس؟ يقول في لهفة. لو كان طبيبا لعلم ما هي الغيبوبة، ولوفر على نفسه مشقة السؤال، ولكان اليوم في حال آخر، سيارة فخيمة وبيت وزوج وولد ومال يسيل بين أصابعه، والأمر لا يحتاج جهدا كبيرا. هكذا يهاجم الناس الأطباء. يقول في نفسه، ولماذا تتزوج ويكون عندك ولد؟ أملزم أنت بحفظ النوع البشري فلا ينقرض؟ كانت ريح باردة تأتي عبر الباب الشمالي، ينتابه سعال خفيف، يحس أنه يريد أن يتقيأ دون أن يدري لذلك سببا. لا نريد أحدا ها هنا، اخرجوا. جاء الخفير إلى الحجرة ولهجته الآمرة تسبقه. ولماذا؟ يقول في نفسه ويرد الخفير، أوامر مدير المستشفى وتعليمات، لو جاء فوجدكم فقدت وظيفتي. كلام سليم ومقنع، ألا يكفي الأرض ما عليها من المتبطلين حتى تزيد واحدا؟ وهل امتثل أحد لأوامره الناهية القاطعة؟ كلا،
لم يتحرك أحد من مكانه. أهذا ضرب من التحدي أم أن الخفير يمكن أن يغمض عينيه ببضعة قروش؟ إن كان يسمح للناس بالدخول في غير موعد الزيارة لقاء المال فيمكن أن يتركهم لحالهم لنفس السبب. خرج الخفير من الحجرة يتوعد، يسمع الآن صوته كالصدى في باقي الحجرات: اخرجوا، سيمر مدير المستشفى الآن. ويموت في أذنيه الصدى ليعود بفكره إلى أمه. حينما كان صغيرا كان صبيا كثير الكلام والحركة، وكانت أمه تحبه جدا ولكن بأسلوبها الخاص، تضربه حين يخطئ حتى يبكي ويخاصمها ساعات، ولكنها لا تستغني عن حركته وحديثه، فتعود تضمه لصدرها وتحكي له قصصا مثقلات بالخيال جميلات. وكانت مغرمة بالحديث عن المساجد في أم درمان 51 جامعا، تقول له: 10 منها بلا مآذن. وهو ما زال يذكر أسماءها المساجد عبر السنوات الطويلات: جامع عبد الغفار، جامع الشيخ يوسف، والجامع الكبير. أمي، لماذا يسمونه الجامع الكبير؟ وترد عليه مسرعة كأنها تتوقع سؤاله: لأنه أكبر الجوامع ومئذنته أطولها، ولأنه في قلب السوق ويؤمه خلق كثيرون مصلين داعين، ولأن الحكومة هي التي شيدته. وقد يسألها أحيانا: وما شأن الحكومة بالصلاة والمصلين؟ وهل تستطيع أمه ردا على هذا السؤال: ومن الذي بنى كنيسة الأقباط؟ الحكومة أيضا؟ أليس الأقباط غير المسلمين؟ لماذا إذن تشيد الحكومة المساجد والكنائس جميعا؟ وتصمت حين يسألها هذا السؤال، ولم يكن يعرف سببا لصمتها، ولكنها تصمت على كل حال. لم تحدثه عن فضائل الصلاة أو عن قيمتها في يوم الحساب. وكانت امرأة مصلية مؤمنة تقية نقية خاشعة، ورغم كلفها بالمساجد فإنها لم تدخل مسجدا في حياتها، مع أن بعض نسوة الحي كن يصلين الجمعة في المساجد، حج كلثوم وحج زينب وحجات أخر. وربما كان أداء فريضة الحج يخلع عليهن صفة الاختلاف إلى المساجد لصلاة الجمعة، وهو يلاحظ أن أكثر من أدين الفريضة من نسوة الحي مسنات شائخات، وربما لم تكن تريد أن توصف بهذه الصفات. جامع قدح الدم في الموردة في الهاشماب أم في ناحية من أنحاء الموردة، يقول عندما كان صغيرا: من هو قدح الدم؟ أولي من أولياء الله الصالحين هو، أم أنه رجل بر وإحسان يريد أن يعبد طريقه إلى الجنة؟ دعك من هذا السؤال، ما بال الآخر الذي أسمى المسجد باسمه ورفع له مئذنة تطاول السحاب؟ ألم يقل الناس أنه جمع ماله عن طريق آثم؟ حقا إن كلام الناس لا ينتهي. كان الشارع تحت بصره مزدحما بالسابلة والسيارات والضجيج، محيط زاخر صخاب يحيط بهذه البقعة المستشفى. كانت حركة السيارات شديدة متصلة بالنسبة لذلك الوقت من النهار، وأصوات أبواقها تنطلق بسبب وبلا سبب. كانوا يسمون هذا المستشفى المستشفى الإنجليزي، إذ كان نظيفا، نزلاؤه من الإنجليز، أيامهم كان نظيفا مريحا وهادئا، وإن مات منهم أحد مات بلا ضوضاء. هكذا كان عم صديق الذي عاصر المستشفى يقول له دائما ويبلع الإهانة في جوفي: يعني على عهد أولاد البلد أصبح المستشفى قذرا ومزعجا يا عم صديق، وهل يموت أهلنا ويصرخ أهلهم؟ نعم، تقول عينا عم صديق وإن لم يصرح بالقول. كان باب المستشفى المشرف على شارع السكة الحديد مغلقا كالعادة، ولم يكن حوله طلاب دخول خلا فتاة ألصقت وجهها على سياج الباب الحديدي. ربما كانت حسناء، ولكنه لا يميز وجهها تماما من هذا البعد، غير أنها تبدو طويلة من حيث يقف. لماذا يفكر فيها؟ أيريد لبصره أن يتعلق بشيء ينسيه فاجعة توشك أن تحل؟ جاء الطبيب فجأة
وحياه باقتطاب، ثم خرج هو من الحجرة لأنه لا يريد أن يحدثه، ويبدو أن سيستر أليس اتصلت به، فهذا ليس موعد عيادة المرضى، إذن الأمر لابد خطير وخطير جدا. وحسب الدقائق التي أمضاها الطبيب يفحص أمه دهرا، ولكنه انشغل بالنظر إلى الشارع من جديد، وإلى البنات المحيطات بالسور راقصات برؤوسهن في الهواء، وبالفتاة التي ألصقت وجهها على سياج الباب الحديدي المقلق، وبمقعد الخفير الخالي لابد أنها تنتظر، وربما رجته أن يسمح لها بالدخول لتعود عزيزا لها مريضا بلا أمل شفاء، وربما لا يفلح الرجاء فتدعمه بقروش، وقد يتلفت الخفير يمينا وشمالا، وقد يتغافل لحظة، ولكنه لا شك سيأذن لها بعد أن يدس النقود في جيبه، وسوف يقول لها أن تسرع حتى لا يراها مدير المستشفى فيفقد وظيفته، ولا بد من تذكيرها أن تقول إن هي قد ضبطت، إنها قفزت فوق الجدار قفزا، أو أنها اندست بين قضبان السياج أو. والتفت على صوت أقدام الطبيب يغادر الحجرة كأنه متسلل يحذر أن يراه فيسأله عن حالها، وحين التقت العيون لم يأنس فيهما حديثا يبشر بالأمل، فآثر أن لا يسأله. وأين طبكم أيها الأطباء؟ يسأل نفسه بل يصرخ فيها، أحمد الله أن جهدا عظيما يبذل لإنقاذ حياتها. أرأيت كيف يموت الناس في عنابر الشعب؟ ألم ينزف ذلك الرجل دمه؟ فهل أسعفه أحد؟ أم هل بكاه أحد؟ أم هل نعاه أحد؟ وهل ارتفع صوت يولول باكيا؟ لا أبا لا أم لا زوج ولا عشيرة، والوطن بعيد. أحمد ربك أن أمك تجد عناية فوق كل عناية، ورعاية فوق كل رعاية. دلف إلى الحجرة متهالك الخطى، وسأل إحدى قريباتي: هل قال لكم الطبيب شيئا؟ ردت: كلا. ولا أي شيء؟ قالت: وأي شيء يمكن أن يقول الطبيب؟ الأعمار بيد الله. ثم أن هذا الدكتور بالذات لا يطمئن أهل المرضى ولا يتحدث عن حاله. ماذا فعل إذن؟ قالت: وضع السماعة على صدرها، ثم جسها مثل خروف، وقال كلاما بالرطانة للممرضة، وخرج لحاله. والله هذه البنت بنت حلال، رغم أنها خواجاية. لكم كانت أمه تريد أن تراه عريسا بالحريرة والضريرة، وأن ترى أبناء أبنائه، وتسمع الدلوك تدق يوم زفافه، آه ولكنها مغمضة العينين راقدة بلا حراك، وصدرها ثقيل بأنفاسها، وأنفاسها متقطعة. أيمكن أن تكتب الحياة لمن تعطلت منها الكليتان ووهن القلب؟ أمي الجامع الكبير. لماذا يسمونه الجامع الكبير؟ تقول: لأنه في قلب السوق، ولأن الحكومة شيدته، ولأنه كبير حقا. أرأيت طرب الناس وانجذابهم وحماستهم في حلقة مداح الرسول بعد صلاة الجمعة أيام رمضان؟ ولم تكن قد رأت هذا كله، ولكنها سمعت عنه. كانت تحب المدائح وتنشدها حين تكون في المطبخ، أو لو كانت تؤدي عملا في البيت. ورغم حبها له، فقد كانت تأخذه بشدة شديدة حين يهمل دروسه، أو يلح في الذهاب إلى السينما، أو حين يرسل شعر رأسه ولا يجعله قصيرا، وكان يثور ويغضب، وقد يكتم ثورته وقد يعلنها، ولكنه يعود فتهدأ خواطره. أهو اليوم سيد نفسه؟ أيستطيع أن يرسل شعر رأسه كيفما يشاء؟ صرخن صرخن صرخن، ارتفع صوتهن نبرة واحدة عالية وحادة كأنها كورس مدرب. أنت الآن وحدك، حطت الفجيعة حملها عليك وحدك، يقول في نفسه. جرى خارج الغرفة، كان الممر في لحظة قد غص بالناس،
فضولا جاءوا أم حزنا أم خوفا أن يموتوا أو يموت ذووهم؟ لماذا جرى؟ أهربا من الصراخ أم من فضول الناس الذين تدافعوا لدخول الحجرة بالمناكب ولم يحس خروجه أحد؟ نظر إلى فناء المستشفى بعينين دامعتين، وبدت الأشياء غمامية خلال دموعه، البانات يرقصن في الهواء ورائحة المجاري أقوى. وكانت هناك امرأة تقف عند الباب تلصق بالسياج وجهها، ومقعد القفير ما زال خاليا.